اتوقع مباراه نادي الكويت مع العربي 2-0 الكويت. بالنسبه لتوقعاتي في مباراه العربي والكويت في نهائي كاس الامير، اعتقد ان شاء الله العربي راح يفوز 2-1 في الوقت الاصلي. طبعا توقعاتي لمباراه نهائي كاس الامير بين الكويت والعربي، اتوقع العربي 1-0. اتوقع مباراه العربي والكويت نهائي كاس الامير النتيجه 2-0 نادي الكويت. توقعاتي لمباراه الكويت العربي اللي راح تجمعهم يوم الاثنين بنهائي كاس سيدي صاحب السمو الامير، فوز الكويت 3-1. انا اتوقع يعني ممكن النتيجه راح تكون تعادل 1 الكل، ويترحلون لي شوطين اضافيين ايضا 1 الكل، اني تعلون لي ضربات الترجيح لي بالانتياط. وبتصوري يعني واعتقد ان العربي اعصابه افضل من نادي الكويتي ضربات الترجيح، فلذلك راح يفوز نادي العربي وياخذ البطوله. ما شاء الله نادي الكويت الظاهر عندهم مخرجه ما شاء الله عليه، مو مخلين شيء لو ماخذينه.